اللي حصل ان انا من قيمة كان يوم واحد، كان سبعة واحد، سبعة واحد في الشهر، كنت رايح ميعاد شغل عادي الساعة 8 بالليل، عربية قطعت عليا الطريق باتجاه معاكس، السواق خد عكس الاتجاه، فحصلت الحادثة ان انا وقعت، ان انا العربية خبطتني والسواق مشي يعني، بس الناس جابوا رقم العربية وكده، وجت عربية الاسعاف جابتني على مستشفى الجامعة. كان في التوقيت دوت قال لك المستشفى في اجازه ومفيش مديرين ومفيش حد زي كده، قال لك لازم تدفع تلت، لازم تدفع ثمن الشرايح 2700 جنيه او 2500 او كده، يا اما تستنى اليوم السبت لما التامين الصحي يرد علينا بجواب ونعمل لك العمليه. اتصلت بزمايلي في الشغل، واتصلت عندنا ناس في الشغل، ناس قريبين في الشغل، اللي هو مدير رئيس الامن بتاعنا العقيد حسام، قال لا، الراجل جاي لي مشكورا، دفع الفلوس لحساب المستشفى، وقال لهم الراجل ده عمل العمليه الليله دي. فاللي تم ان انا فعلا خدت العمليات اربع ايام بالظبط، اربع ايام وعملوا لي العمليه، واربع ايام راحوا مطلعيني من اوضه الامل، طلعوني من المستشفى. ايه يا جماعه؟ قال لك مفيش اماكن، قال لي هتغير على رجلك عادي وهتجي لنا كمان اسبوع او اسبوعين بالظبط، وتجي لنا. كان موافق 25 يناير، طبعا كانت المستشفى اجازه. جيت يوم الاربع، جيت لقيت رجلي عامله صديد وعامله مشاكل، الغرز فكت من مكانها، كنت بغير عليها وكل حاجه، الممرضه اللي بتيجي تغيرها قالت لي رجلك عملت صديد، بس مش عارف الصديد ده سطحي ولا واصل من العمليه. جيت خد عينه من الصديد وحللوها، كتب لي على كرسي علاج، كرسي العلاج دوت ثمنه 1000 جنيه 1000، وهيتكرر تاني في 1000 برضه، وكل مره كل ما اجي كرر العلاج. جيت النهارده نفس الحكايه، بكلم الدكتور، رحت التامين الصحي عشان يساعدني او يشيل معايا حاجه، التامين الصحي قال العلاج ده بيجي من بره مش هنقدر نساعدك بحاجه. طب يا جماعه احجزوني، قال لي ارجع للمستشفى اللي عملت العمليه. رجعت للمستشفى، قالوا لي طب احنا ممكن نديك علاج بديل، العلاج البديل شريطين مضاد حيوي 500 وشريطين كودوفان، هو ده العلاج البديل بدل مضاد حيوي 1000 و2500، والعلاج اللي هو دوت اللي هو موجود معايا هنا هو دوت ماشي، جابت علاج غالي يعني، علاج غالي جدا، بيديني بداله مضاد حيوي 500 وكنت فاهم ومفيش. انا كل مرتبي كله 700 جنيه. حتى دلوقتي الدكتور لما جيت له تاني النهارده بكلمه بقول له يا دكتور طب احجزني، طب كلم التامين الصحي، قال لي هي مش لقمده. قلت له يا دكتور انا رجلي بتجيب صديد، رجلي دي مفتوحه كده يعني، ممكن ابعت لك الصوره تشوفها بنفسك، لان فكره رجلك اوريك الصوره معاها، هبعتها للستات تشوفها شخصيا، رجلي مفتوحه وعماله تجيب صديد. فالصديد ده على كلام دكتور تاني قال، انا كنت سمعتهم بيقولوا الصديد ده لو وصل للعظم، الصديد ده ممكن يعمل تاكل في العظم وممكن تاكل في الشرايح. ثانيا هم بيعملوا العمليه، انا كنت بطل العمليات متبنج بنج نصف، فسمعت اللي بيقولوا في بنطه اتكسرت في رجله، بنطه بتاعت شنيور، اله من الالات اللي بيشتغلوا بيها الدكاتره، كسرت في رجلي. رحت عملت اشعه بره عشان اتاكد على حسابي، عشان اتاكد من الموضوع دوت، لقيت فعلا البنطه مكسوره في رجلي، واكيد هي دي السبب. بكلم دكتور بيقول لي عادي، لما تبقى تيجي تشيل المسامير نبقى نشيلها لك معاها، يعني ارجع لسه هرجع افتح عمليه تاني وارجع تاني عشان يشيل البنطه. فيعني انا طالب يعني حد من المسؤولين يسال فيا، انا ليا حق العلاج وبتخصم مني تامين، التامين الصحي مش سائل فيا، علاج بجيبه على حسابي، انا بستلف من الناس وبشحت من الناس عشان اجيب علاجي. فين دلوقتي التامين الصحي اللي بيخصم مني تامينات؟ فين العلاج على نفقه الدوله؟ فين ده كله؟ انا بناشد مدير التامين الصحي التضامن الاجتماعي وزير الصحه، انا ايه السبب من رجلي يحصل فيها كده، وايه السبب ان انا اصرف العلاج ده كله؟